بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عيد القديس المحبوب قديس مريم العجيبي، قديس المصري الأصيل، القديس اللي صيته ذاع في كل العالم. نشكر ربنا عندنا هنا في النمسا كنيستيري على اسمه. هو قديس فعال جدا، شفاعة عظيمة، صلواته وشفاعته معانا كلنا آمين. ناخد جزء من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي اللي احنا سمعناها النهاردة، يمكن سمعتوها بالألماني. بيقول فيها بولس وسلوانس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين في الله أبينا وربنا يسوع المسيح. واحنا بنقرأ في الكتاب المقدس نحب نفهم كل كلمة وترتيب الكلام وترتيب معنى الكلام. نحب أيضا نفهم إيه معنى التحية البدائية ديت، التحية اللي في بداية الكلام. ونحب نفهم برضو اسم ربنا يسوع اللي موجود في الكلام. بولس الرسول هو معلم كبير وعنده تلاميذ كتار جدا، من ضمنهم سلوانس كان تلميذه وتيموثاوس تلميذه، وهو شخصيا كتب رسالة إلى تسالونيكي، مش كده؟ لكن يبدو إن أشرط معاه القديسين دول في فكرة صغيرة، في رأي صغير، أو في أي موضوع معين أخذ رأيهم فيه. فالقديس بولس الرسول بيوجه لنا رسالة في الجملة دي مهمة جدا، برغم إن هو كان يعني أعظم من بطرك طبعا، وكان يمكن أعظم الرسل الموجودين في زمانه في كل زمان يعني، لكن إلا إنه بيشرك في الكرامة تلاميذه معانا. يقول بولس وسلوانس وتيموثاوس بدون ألقاب، يعني كتير هو يقول بولس رسول يسوع المسيح، يعرف نفسه ان هو رسول من اجل قيمه الرساله، لكن المره دي يتكلم بتواضع بكشف يقول بولس رسول وسلوانس وتيموثاوس، يعني من غير ألقاب. عايز اقول فكره مهمه لينا كبيوت مسيحيه وكاولاد ربنا. الفكره دي إن إحنا نشتغل مع بعض العمل الجماعي. الفكرة الثانية إن إحنا نقدم بعضنا على بعض الكرامة، يعني واحد أنت اشتغلت مع ثلاثة أربعة، ما تقولش أنا عملت، ما تقولش أنا سويت، ما تقولش أنا وبعدي طوفان، ما حدش يقول أنا من غيري كانت الدنيا ما تمشيش. ده الله قادر ان يعمل بالقليل وبالكثير. حتى لو كان سلوانس وتيموثاوس تلاميذ لسه صغيرين، لكن الله قادر يعمل بهم الكثير، وفعلا عملوا الكثير جدا في الكنيسه. مره كان يوناثان ابن شاول الملك، شاول ده كان ملك شرير يعني، بدا بدايه كويسه وبدأ يعني بخوف ربنا، وربنا بعت له يعني صموئيل النبي معلم ومرشد وقديس، ويعني ماسح الملوك الشخصية العظيمة دي عشان يرشده ويساعده صليله. كان دايما صموئيل يصليله، لكن شاول كان متمرد على طول. في يوم من الأيام شاول كسب كذا معركة، بس بإيد ربنا مش بإيده هو، بس هو ظن ان هو الكل في الكل. الملك كان زمان بيملك كل شيء، يملك الارض، يملك الناس والنصر، وكل شيء كان بكلمته هو يعني. فأغضب ربنا موقف اثنين وثلاثة، فربنا زعل منه واداله انذار اثنين. وبعدين في يوم من الايام في حرب مع الفلسطينيين،
ففضل منتظر شاول استنى ان صمويل النبي يجي، ما جاش، اتاخر جدا جدا. فخد قرار خطير جدا جدا. ايه القرار الخطير دوت؟ قرار مصيري بس غلط وخطير ومضر جدا جدا. لكن اعمل ايه؟ تجرأ وقدم الذبيحه التي لا يقدمها الا الكاهن بس. وصمويل جاله بعدها على طول. قال له اصل انا شفتك اتاخرت وعايزين نحارب مستعجلين وانت ما خدتش بالك مننا وانت اتاخرت، فانا قلت يعني ما قدمت الذبيحه ما حصلش حاجه يعني. ف صمويل النبي قال له كلام صعب، لكن المهم في الاثناء دي ضربت الحرب. وبعدين لانه خالف ربنا فكان كل الجيش بتاع اسرائيل في خوف عظيم جدا جدا، لدرجه انهم استخافوا كل الجيش بتاع شاول تفرق وكل واحد راح في حته، واستخبوا فين؟ في المغاير والشقوق، واستخبوا في كل جح وكل ركن جدا جدا. كانوا مرتعبين لان ربنا مش معاهم، لان ملككم خان ربنا واخطا في حاجه ربنا كتير، مش بس دي تقديم الذبيحه دي كانت قمه الخطايا، لكنه اخطا في حق ربنا كتير. فعشان كده ربنا اوقع خوف الا في قلب واحد بس. عارفين مين؟ يونسان ابنه. يونسان ده كان شخصيه زي الملاك، قديس وطاهر وعفيف وجبار بأس، كان في الحرب مخيف للاعداء. يونسان لقى كل الناس هربانه وما قدرش يهرب، ما قدرش يتحرك ولا يهرب ولا يستخبى في الشقوق. ما ينفعش البطل يستخبى ويختبئ في شق كانه جبان يعني. فمعاه حامل السلاح بتاعه كان راجل برضه تقي، قال له تعالى نبص كده يمكن ربنا يشتغل. هو ربنا عنده منع انه يشتغل في الغلابه بالكثير؟ لا. وليس عند الله مانع ان يخلص بالقليل او بالكثير. ربنا هيخلص هيخلص، هيشتغل هيشتغل، هيشتغل بمجموعه صغيره يشتغل، هيشتغل بالكثير يشتغل. وكان انسان متواضع جدا يونسان، وكان صديق الشخصي لداود النبي، صديق صداقه مقدسه وطاهره، وكان يتعلمهم بعض هم الاثنين الفضيله. فقال لحامل السلاح بص احنا نحط كده ما دام ربنا يشتغل، ما هو ربنا اللي قادر يشتغل. احنا نحط قدام ربنا مبدا نقول يا رب لو انت تشتغل معانا احنا نشتغل. فبص نعمل ازاي؟ احنا نيجي عند الجبل والفلسطينيين فوق، لو قلنا لو نزلوا لينا يبقى احنا نمشي ربنا مش رايد لسه. او قالوا اي كلام تاني. لكن لو قلنا اطلعوا عشان نعلمكم اي شيء ولا نعمل اي شيء معاكم يبقى ربنا خلاص سالهم بايدنا. حط علامه بس عشان هو انسان مؤمن جدا وقديس ويستطيع ان يعرف مشيئه ربنا. حط علامه دي، لكن حط قدامها ايه؟ المبدا ليس عند الله مانع ان يخلص بالكثير او بالقليل. الله لما يحب يبعت خلاص هيبعته بالقليل او بالكثير. طلع هو وحامل السلاح بعد ما سمع الجمله دي وبدا يحارب موت 20 واحد. دي كانت البدايه. كان هو يقدر وحامل السلاح يكمل. انتصر في اليوم ده يونسان شجاعته، اصل النفس المشي مع ربنا عندها شجاعه. يبدا الانسان يبقى جبان وخواف لما يفقد اتصاله بربنا، لما يفقد الحمايه ديت اللي من ربنا، لما يحس ان واحد ان ربنا مش معاه. شاول كان كده، طول ما كان شاول حاسس ان ربنا معاه كان بيغلب وينتصر، كان بيعمل انتصارات كبيره لاسرائيل. لكن اول ما بدا يخون ربنا يحب المال، يحب العظمه وذاته كبر، اصبح بيحس ان هو الملك مش ربنا اللي بيسجده، وانه كمان ايه الفرق بينه وبين الكاهن يقدم ذبيحه، وتعدى على اقتصاد الكاهن بدا ربنا يسيبه. واول ما سابه ربنا يقول الكتاب انه بغته روح رديد من قبل الرب. مش معناه ان ربنا بعت له روح رديد يسكن فيه، حاشا، ربنا ما يعملش كده. لكن لما روح ربنا ساب قلب شاول، لما ترك شاول بسبب كثره خطاياه وعناده الشديد
طبعا المكان اصبح فاضي، فاصبح عرضه لاي شيطان يسكن فيه. بالفعل سكن في شاول شياطين اضلوه واتاه عقله، سقط في الخوف، كان يخاف جدا جدا، كان يلتعب، وكان روح الشيطان لما يمسكه يبقى الحاله صعبه جدا. كانش يريحه غير واحد صغير كده، عارفينه مين؟ داوود النبي الصغير دوت. كان صغير، كان يجي يعمل ايه داوود النبي؟ يمسك معاه العود والكيثاره، بس ما كانش بيسكت، كان بيرنم، يقول ترانيم، مزامير، يصلي. قلب داوود الطاهر وصلواته كانت تبعد الشياطين عن شاول. فالوحيد اللي كان بيريح في الدنيا دي كلها هو داوود النبي. لان داوود النبي كان باتصاله بربنا كان مصدر قوه. عايز اقول لكم اوعى تبعدوا عن ربنا. في سلامتكم تجربوا ربنا ويبقى قوة ربنا معاكم، لأن ربنا هو اللي بيدي السلام ويدي التعزية ويدي الفرح ويدي إن الإنسان يبقى عنده طمأنينة. طمأنينة، حاسس إن هو في حماية في يد القدير. يونسان كمل الحرب وبدأوا الفلسطينيين يضربوا بعض، يحسوا إنه في خيانة، افكار غريبه، ربنا سلطهم على البعض، بدأوا يضربوا بعض. وبعدين سمعوا الاسرائيليين المستخبيين في الجحور صوت عظيم. في الاثناء ديت راح شاول عمل حاجه عشان يوريك ان هو يعني ما كانش متكل خالص على ربنا. فقال طب اشوف ربنا. بعد ما قدم الذبيحه غلط، راح جاب قضيه العهد وجاب الكاهن المسؤول عن الاوريم والتميم عشان يسال مشوره ربنا. كويس؟ ولسه هو بيسال ربنا، خلي بالكم، سمع صوت قالوا ده الحق الفلسطينيين غلبوا، راح ساب ربنا، خلاص خلاص كفايه، وراح ساب داوود العهد وساب الكاهن وساب السؤال بتاع ربنا وراح عشان يحارب. عايز اقول لكم من الايه الصغيره بتاعت بولس الرسول ان احنا الله ليس عنده مانع انه يعمل بالقليل وبالكثير. نمره واحد. نمره اثنين، ان العمل الجماعي عمل ناجح. يعني حتى يونسان لو ما كانش معاه حمله سلاحه وكان برضه قلبه شجاع زيه ما كانش هيقدر برضه. حتى العمل الجماعي دوت حمل السلاح ده مجرد شيال يشيل السلاح والسهام والحربه كده، عشان لو فقد واحده يبقى معاه الثانيه، يبقى جعبته مليانه سهام يقدر يحارب بيها. العمل الجماعي بين يونسان وبين حمل السلاح كان عظيم. الاتكال على ربنا عظيم جدا جدا، وهو الاصل في كل حياتنا الروحيه يعني. وبعدين انك تقدم اخيك عليك دي فضيله وحق في نفس الوقت. بلاش نقول انا رحت وفلان وفلان وفلان، قدم غيرك عليك في الاول. اللغه دي مش لغه مسيحيه، لغه المسيح ولغه المسيحيين نقول فلان وانا. احنا نجحنا عشان فلان وفلان وفلان اشتغلوا معايا واشتغلنا مع بعض ونجحنا، ودي حقيقه على فكره، انت مش بتجامل غيرك. اوعى تفكر انك انت في يوم من الايام تقدر تعمل كل شيء وحدك، انت وحدك تبقى ضعيف، لكن في العمل الجماعي تبقى قوي. انا بمدح العمل الجماعي في الجامعات هنا في النمسا. منكم كتير يعرف ان في النمسا يعملوا كده حاجه لطيفه خالص، يجيبوا اربعه خمسه يشغلوهم مع بعض، يمكن يكون واحد متميز ويعمل من نص الشغل. اوكي؟ وبعدين الباقيين يشتغل كل واحد شويه، بيدربوهم بشكل او باخر على العمل الجماعي. والعمل اللي طلع كويس مش هيدوا اللي اشتغل اكتر نمره كويسه، لا، هيدوا كل المجموعه سبعة نمره كويسه، حتى اللي اشتغل قليل، حتى اللي اشتغل نص نص، واللي اشتغل كتير. ليه؟ عايزين نعلمهم ان انت حتى لو اشتغلت 90% ما انت محتاج ال 10 عشان تكمل، وال 10 دي هيكملها واحد غلبان صغير ضعيف معاك. العمل الجماعي عمل في منتهى الأهمية. يعني عايزين روح الأنانية، روح الذات، وروح نقول أنا أحسن من غيري، وأنا عملت اللي محدش عمله، تختفي من عندنا. عايز روحنا تقدم نفسك على غيرك، تقول أنا وبعدين فلان وفلان ديت في الحياة الروحية عامة، في الحياة الأسرية، في الحياة الكنسية، ألا تختفي. عايزين تقدم مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. يعني ايه؟ ما تقولش اصل انا من غيري ما كانش هيحصل الدنيا كلها،
روح مش بتاعت ربنا. ما تقولش اصل انا لما عملت كده انقذت الدنيا، اوعى تقول كده، ده كلام مش مظبوط. ما تقولش ان من غير الدنيا كانت تتهد وكانت الدنيا تخرب. لا احبائي، قدموا بعضكم على بعض في الكرامه. ان كان في انسان عمل معاك شيء صغير، اوعى تنساه، ان حتى بالعمل الصغير دوت الله بيتمدد وبيشتغل كتير جدا جدا. افتكروا دايما يونسان وحامل سلاحه، عملوا نصر كبير جدا لشعب الله في ذاك الوقت، يعني نصر كان عظيم جدا جدا، بالرغم من خطيئة شاول وبالرغم من ضعف شعب اسرائيل، ان الله بيعمل بسبب نفس القديسه. احد الاباء الروس يقول ايه؟ يقول ان لو نفس واحده تقيه ربنا ممكن تجذب حواليها مئات من النفوس. يونسان كان نفس واحده تقيه عملت نصره كبيره لشعب ربنا، واثبتت ان الله فعلا يستطيع ان يخلص بالقليل وبالكثير. الاصحاح دوت اصحاح جميل، ليس عن الله مانع ان يخلص بالكثير وبالقليل، عشان كده يقول ان الله اختار ابنياء العالم والمزدرى بهم وغير الموجود، مش كده؟ عشان يكونوا رسل لي. لما اختار ما اختارش ربنا ناس عظيمه في الخدمه، اختار رسل فقيره وغلبانه ومسكينه وفي كل شيء، والله علمهم العمل الجماعي. ارسلهم اثنين اثنين عشان يخدموا، عشان ما فيش واحد يقول انا عملت. ارسلهم اثنين اثنين عشان يتعلموا الخدمه ويتعلموا النشاط. وارسلهم مجموعات مع بعض، كان يدفع مثلا بطرس رسول وياخذ مع بعض التلاميذ، بولس رسول وياخذ مع بعض التلاميذ، وينسبوا العمل كله الى الله والى المجموعه. الانانيه والفرديه، واحد يشتغل بنفسه، والذات كلها علامات على غياب ربنا في حياه الانسان. نرجو ان ربنا يعطينا نفس الروح ده. برضه مش هنسى موقف جميل كان في لندن، كان راح قداسه بابا شنوده هناك عشان كذا موضوع، لكن من ضمن الزيارات كان في زياره لتكريم مجدي يعقوب. مجدي يعقوب كان اخذ لقب سير، وده اعلى لقب كان تعطيه المملكه لاي شخص في انجلترا يعني. فاخذ لقب سير عشان نجاحاته في الطب وفي مجال القلب بالذات، وعمل عمليات في القلب صعبه جدا، يعني كان هو اول من يعملها في العالم، وشهرته معروفه كده. فراح البابا شنودة بيكرمه، كنا حاضرين مجموعه كبيره يعني، وكل واحد يتكلم عن اعماله وانجازاته يشكره. وادى قداسه البابا شنودة اتكلم كلمه جميله جدا عمل، لكن في الاخر خد هو الميكروفون اتكلم، وكان فعلا بامانه كان مندهش، قال يا جماعه انتوا بتمدحوني كل المجاح ده ليه؟ ده انا ما اشتغلتش وحدي، انا وحدي ما كنتش اعرف اعمل حاجه، ده انا اشتغلت ومعايا فريق كبير كلهم ليهم النجاح معايا، بنشتغل مع بعض، ومن غيرهم ما كنتش ممكن انجح ابدا. صحيح، هو ده الفكر المسيحي اللي بنى اوروبا. اوروبا بنيت على فكر المسيح، انتقل من انسان لاخر. في الشرق عندنا في فكر مختلف اللي هو الانا وبعدين الاخر يعني. يا ريت نتعلم من الكتاب المقدس، نتعلم من بولس الرسول من ايه صغيره، يقول بولس وسلوانس وتيموساوس، مع ان هو الاب وهو العظيم وهو الرسول اللي ما حصلش وكان اعظم الرسل، لكن يذكر معاه على قدم المساواه تلاميذ صغيرين بدا بخدمه عشان هم يكبروا، وفعلا كبروا واصبحوا ليه قيمه عامه. عشان كده الكنيسه بتعلمنا ان نذكر العمل الجماعي، وان نذكر افضال كل انسان ليه فضل عليكم في حياتكم الروحيه.